تجري في هذه اللحظات الموجة التي تجمع نادي الشباب مع ضيفه نادي الفيصلي، ويحاول الشباب استعادة الفوز الغائب عنه الجولة الماضية بعد خسارته أمام النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك بهدف الوصول إلى النقطة الخمسين، إذ احتل المركز الرابع حاليا برصيد 47 نقطة، فيما يسعى الفيصلي الذي تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه إلى الابتعاد عن خطر الهبوط، كونه يملك 29 نقطة فقط. الثنائي عند تنفيذ الكرة ثابتة. كرة ثابتة بين نواف وهتان. اللعبة عند نواف العابد. نواف يلعب كرة تصل لهتان على الجهة اليسار، رائعة جدا الكرة، وفي النهاية تسديدة إلى خارج أرضية الملعب. لم تستغل الكرة، راحت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى أهدر أحسن القحطاني. الكرة كانت لقطة شبابية رائعة بين هتان وبين نواف العابد إلى أن وصلت لهتان من جديد، ثم هتان لعب كرة. تغلب نادي التعاون على ضيفه الباطن بهدف وحيد ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة وصل التعاون للنقطة 29 في المركز 11، فيما بقي الباطن في المركز قبل الأخير ب 26 نقطة. مباراة اليوم لها هدفين، مصطفى فتحي لعب على لاعب، الحل الفردي لعيب 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 الله، أيا كانت الظروف أنا لها ومن لها غيري أنا. كبير توامبا وكمان وكمان توامبا، وأهداف وأهداف وأفراح وأفراح، نعم أفراح صفراء وأتراح سماوية الآن. فتح العمل وتوامبا النهاية، مصطفى الفرجة، مصطفى المتعة، مصطفى والأداء. هذه وقفة تذكيرية لمباراة الدوري السعودي يوم الغد الجمعة. عالميا، صنفت مجلة فوربس الأرجنتيني ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه الرياضي الأعلى دخلا على مستوى العالم، وحقق ميسي عائدات قيمتها 130 مليون دولار في آخر سنة كاملة بحسب فوربس، ليصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم للمرة الثانية بعد أن حقق الأمر ذاته في 2019. وقالت مجلة فوربس إن الإيرادات من عقود الرياضيين من اللاعب شملت جميع أموال الجوائز والرواتب والمكافآت المكتسبة خلال فترة سنة كاملة، بينما الأرباح خارج الملاعب هي تقدير لصفقات الرعاية ورسوم الظهور وإيرادات الترخيص.